شكرا حاضر شكرا شكرا. طبعا نحن اقتحمنا اللوكيشن الغريب, اغرب لوكيشن لاغرب ناس في الاردن اكيد, يعني اغرب كوميديين. هم مش ناس ما بيمثلوا انهم كوميديين, هم نفسهم ناس غريبين اصلا يعني ومعروفين وبتعرفوهم انتم كلكم يعني, يعني اكيد مش غاشمين عن الشباب الطيبه, اعلام الكوميديا الاردنيه. اقتحمنا هذا اللوكيشن فجاه, عن جد فعلا شيء كثير غريب. اصلا فكره اللوكيشن هي غريبه. فمن حابب يحكي لنا شوي عن المسلسل ايش هو؟ قريبا على شاشه رؤيا ان شاء الله. هو عباره عن مسلسل يحصل بعمارة, وعمارة هاي مجنونة يعني, عمارة سكانها غريبين ومجانين. أنا بكون اسمي قص وبكون كوافير زي ما انت شايف. هلا الشعر هيك لأنه بهاي الحلقة في حالة معينة مشان هيك كلنا شعرنا موقف. وهو بكون اسمه عص عصام. أنا بكون علاج طبيعي, خبير علاج طبيعي. هو زي ما قلت لك هدول الشخصيتين, واحد هيك شغلته واحد هيك شغلته, وكل واحد له زباينه اللي بتيجي يعني بالصالون. زي ما انت شايف اللوكيشن هناك في الصالون الشعر في له زباينه, وهو كخبير علاج طبيعي برضو له زباينه, وبتصير كتير مواقف عند زبايني وعند زباينه. دورك أستاذ أشرف في المسلسل شو عم تعمل؟ أنا يعني بمثل في المسلسل, عندي دور خميس جمعة, وحيكون نوعا ما غريب, الشخصية غريبة جدا. ومخرج كمان, احنا مخرجين احنا الثلاثة, انا وسام ورامي ما عم تلخبطوا بيناتكم. وزي ما حكوا الشباب هو ست كوم, ومجموعة هي عبارة عن بناية فيها شقق وفيها ناس ساكنين في هاي العمارة, وفي ضيوف بيجوا بيعين جوالين, في ضيوف بيجوا من برا, زباين عند عصام لانه خبير علاج طبيعي, وقص اللي هو قصي دور قصي هو كوفير. كل واحد عنده مشاكله, فبتجمعوا عند هالعمارة بيجوا هالزباين, وبصير حتى الزباين اللي بيجوا كمان والضيوف اللي بيجوا برضو عندهم شخصياتهم الغريبة جدا. هو كل مسلسل غريب, وإن شاء الله يكون, نتأمل يكون هيك نقلة إن شاء الله نوعية في الكوميديا الأردنية إن شاء الله. زمان عنك, كان زمان شفناك في البلد, إيش اللي خلاك يعني تختار هاي التجربة؟ والله زمان عنكم أنتوا كمان سهلا فيكم. أنا بالعكس بشرفني أكون معاهم, وشكراً بالعكس لرامي ولوسامي إنهم دعوني إنه للانضمام لهذا المسلسل, وأنا كتير سعيد جداً فيها, وإن شاء الله نحقق شيء كويس إن شاء الله. شكراً لك. وما كمان في اللي بيشتغلوا بالمسلسل, كل واحد عنده قدرته, يعني أحسن ناس بهذه الشغلات بالبلد هم قاعدين بالست صراحة. يعني كم من ممثلين, من طاقم, من مصورين, من البنى اللي شايفه, هذا انبنى باستوديو, هذا انبنى بهانجر زي ما انت شايف, في ست شقق انبنوا. ترى هي كلها يعني عبارة عن ترفيه ولا في مسج او رسالة معينة؟ شو الفكرة من وراء المسلسل؟ اكيد هو اكيد رح يغذي, كيف يغذي هاي؟ يغذي هدول القناتين يعني, اكيد في دائما مسجات مبطنة داخل الدراما اللي عم بتصير, وكثير في مواقف طريفة, مواقف كثير في منها قصص حقيقية صارت معنا أصلا حطيناها بهذا. فأي حدا رح يحضر رح يقول هذا صار معي الموقف, أو بعرف حدا صار معه هذا الموقف. فهي أشياء بتصير معك كل يوم بس مع شوية بهارات زيادة. أنا مجد عيد, عم بعمل دور عفة حارس العمارة. حضرتك أنا بكون مصري. أيوة. وده الأستاذ سليم. أنا سليم عوض, بكون صاحب العمارة. شغلي انه بكون بعمل تفجيرات اسمها القنبلة الخرصة, فكل ما بعمل فيها بصير مشكلة بالعمارة, فجأة بتكهربوا, فجأة بتغير صوتهم, فجأة بترك إرهابي. أنا بترك إرهابي. تفجيرات يعني بالأفلام. بالأفلام أيوه. بالأفلام. تجارب تجارب يعني, وكل يوم بصير نصيبة معي, وبتصير النصيبة مع العمارة كلها مو بس معي يعني, يعني أكثر من إشي بصير. بدي أحكي لك شغلة بس, الكتابة بهذا العمل كتاب جديد يعني. الحلو فيه إنه رامي وسام كاتبين يعني نص مليان كوميديا يعني مليان, وخلينا نحكي كوميديا واقعية يعني, ما فيها أفورة, ما فيها إشي مصطنع, لا هي الأحداث عم بتخليك تضحك, غير إنه الشخصيات أصلاً هي شخصيات مجنونة مكتوبة بطريقة مجنونة, بس النص صراحة. طول الحلقة تقريبا بين 20 ل 22 دقيقة, اللي هي نص ساعة تلفزيونية. ببلش بخمسة عشر إن شاء الله أول حلقة, هو عبارة عن 15 حلقة. يعطيكم ألف عافية, ومتأسفين كمان إنه قطعنا لكم المشهد. إذا بتسمحوا لنا راح نضل شوي صغيرة هيك نصور وأنتم موجودين, وكل عام أنتم بخير, ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. شكرا لكم. شكرا لرؤية. شكرا. شكرا.